عن 2 مليون فدان. خليني ارحب بالدكتور سيد خليفه. دكتور سيد مساء الخير يا فندم. مساء النور، تحياتي لحضرتك فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور سيد، اهلا بيك. اهتمام كبير بالتنميه في مطروح، وبمناسبه ان حضرتك معانا فبنتكلم على ملف الزراعه. خليني اقول لحضرتك، انا بحكم عمل المهني من 85 حتى الان، ايوه، تقريبا كل شغلي في خلال 35 عام الماضيه في المناطق الحدوديه. منطقة مطروح وزيها جنوب شرق مصر والمنطقة الشرقية شمال وجنوب سيناء، حتى 2011 كان التنمية فيها على استحياء، ودرست واقعي من خلال عملي المهني في قطاع الزراعة. على استحياء. على استحياء. اللي النهاردة بنشوفه في العشر سنين اللي فاتوا، خلينا أقول لحضرتك ما يطلق عليها عدالة التنمية. لأن كان قبل 2011 أو 13 كان كل التنمية في المحافظات الداخلية في القلب. الرئيسية دايما. الرئيسية تكلم القاهرة الجيزة. دايما هي اللي كان فيها التنمية، يعني على استحياء، تنمية هامشية. وبالتالي اللي بيغذي دايما القلب هي الأطراف. أيوة. وهنا عدالة التنمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية، مش في مطروح بس اللي احنا النهاردة سعداء فيها، انما هنلاقي جنوب شرق مصر نفس الكلام، هنلاقي المنطقة الشرقية شمال وجنوب سيناء نفس الكلام. لأن المناطق الحدودية كانت أمال وطموحات أهالينا اللي عايشين في المناطق دي، دايما يحلموا بالتنمية وعدالة التنمية ويتكلموا عن عدالة التنمية. ده بتتكلم في محافظة كبيرة كمان يا دكتور سيد، احنا محافظة كبيرة ومحافظة مهمة وفيها خير كتير. صحيح، الصحراء الغربية فيها محافظتين، الوادي الجديد ومطروح، يعني أي. تقريبا دول 50% من مساحة مصر يعني. أيوه. وبالتالي النهاردة اللي تم تنفيذه خلال العشر سنوات في مطروح تحديدا، واحنا بنتكلم على مطروح، فيها تنمية في كل المجالات. وأنا يمكن هنا هتكلم على الزراعة تحديدا. يلا يلا. محافظة مطروح دي كانت بتعتمد أصلا على الزراعة المطرية، ما فيهاش مية نيل. أيوه. وبالتالي بتعتمد على زراعة الأمطار، حتى الشرب لأهالينا اللي عايشين في المناطق الجبلية وفي الأودية كانوا بيعتمدوا في شربهم على مية الأمطار، يعني اللي بيخزنوها من مية الأمطار. طب احنا عندنا في العشر سنين اللي فاتوا المساحة اللي مزروعة في مطروح تين وزيتون بس 50,000 فدان مزروعة تين وزيتون. طيب المساحات دي ده فترة قد ايه؟ قول لي تاني. 50,000 فدان مزروعة تين وزيتون في محافظة مطروح. الكام سنة اللي فاتوا؟ بالظبط. لما نقارن المساحات اللي اضيفت في العشر سنين اللي فاتوا تقريبا ضعف المساحات اللي كانت قبل 2013. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الدوله اتاحت تمويل، وايضا للمنظمات الدوليه زي الفاو والافاد اكساد اتاحت لهم التنميه، وبرنامج الاتحاد الاوروبي للتنميه الريفيه المشترك نفذ العديد من التنميه في الوديان. التنمية في الوديان مقصود بها ايه؟ انه عمل سدود، عمل خزانات، عمل ابار للشرب، كل دي خزنت كميات من المياه للشرب، وايضا للري التكميلي للمحاصيل الزراعية التين والزيتون.